سين، هل حضرت إلى عملك مرتديا شبشب؟ لا يا بيه، خدوجة. سين، الأستاذ عبد المعين رئيسك المباشر قرر إنك مهمل ومتكاسل وبتدعي المرض، فما هي أقوالك؟ جيم، أقوال إنه راجل معقد نفسيا وغاوي مرياسة، وأكيد مراته بتضربه في البيت عشان كده بيجي يطلعه على عنينا. ده أنت رايح في داهية. سين، هل حدث إنك ركبت الأسانسير المخصص لسيادة رئيس مجلس الإدارة؟ وش معنى هو يطلع بالأسانسير وإحنا هتقطع نفسنا؟ يعني إحنا اللي حشرات وهو اللي على راسه ريشة؟ ده مش شغلك. يعني أنتوا اللي فاهمين شغلكوا قوي؟ الشركة عمالة تكسر ومش بتقلل، في كل مناسبة يطلع رئيس مجلس الإدارة بتاعك في الجرايد كل يوم يهني الناس بعيد رمضان والفطر المبارك وأبصر إيه؟ يا ناس حرام عليكم، انتقوا الله بقى. أنت هتحقق معانا؟ وش معنى أنتوا اللي بتحققوا ومش عايزين حد يحقق معاكوا؟ روح أخويا روح أخويا روح شوف الكوسة والسرقة اللي مالية الشركة بدل ما أنت قاعد كده عامل زي الزحليفة الدكر، وهم ما بتكتبش ليه؟ أنا بحملك مسؤولية الكلام ده. يا عم بطلوا عن طازة بقى، عليتونا وخليتوا الواحد ايه؟ اتكلم عدل يا فندم. انت اتكلم عدل ليه واحترمك ليه وانت مش محترم اصلا ومنافق؟ اخرس! انت بتعلي صوتك عليا؟ لا بتعلي صوتك عليا؟ اعلى يا استاذ مسعد، اعلى وانا شغال عندك. الحقوني الحقوني يا مجنون، يا منافق الحقوني الحقوني يا تعالي يا معلم. وبعدين كله بأوان عشان هارد. انا عارف انا وانا ماليش نفس ولا ايه؟ ايه في ايه خير؟ هي فرجة. طب تعالي طب تعالي. مالك؟ ماليش. مش هتقولي عايزني في ايه بقى؟ طب وهتكلم كده ازاي قدام الناس؟ ما انت كلمتني قدامهم كلهم في الشركه ولا همك. ايوه بس دي حاجات ما تتقالش في الشارع. امال فين؟ ما تيجي افندم، ما تيجي تزوريني في البيت. انا مش فاهمه ايه الموضوع بالظبط. الموضوع كبير قوي وعايز قاعده وانا ايه بتبص على ايه؟ ابدا، اصل ما كانش باين عليك حاجه. اهو بان. تعالي بقى. لا مش دلوقتي، هيجي لك بالليل. مساء الخير. مساء النور. اتفضلي.